وفخر معروفين بهالبلاد. يا بالموالي عز وفخر، اشهد بالله معروفين بهالبلاد. انت شيخ وابن مشايخ وعشرة نعم يا ابو طراد. الموالي عز وفخر يا اخي معروفين بهالبلاد. انت شيخ وابن مشايخ وعشرة نعم يا ابو طراد. الناس كلها تعرفك اصيل وابن جواد. يا ابو وضحى والنعم من اصلك الطيب، عمي يا ابو وضحى والنعم من اصلك الطيب. عند البقارة اليوم بشافتك بالسهرة هم القلوب ينزال. يا ابو وضحى ومنك المثل ينقال، اي والله عند البقارة اليوم يا ابو وضحى ومشافتك بالسهرة هم القلب ينزال. يا ابو وضحى وعشرة نعم بيك المثل ينقال، اي والله اصلك بناس الطيبين اهلك من الناس الطيبين. واقول خوش رجال يا يما ويلي احلى تحية. سلام لعبد مرعي، طاولتك يا مرعي الله يرحمه تراب نص الهنداوي، كل بني هنداوي، كل الهنادي عامر ووليد واحمد وخالد، كل العشائر احلى بمرعي على راسي، كل الحضور على راسي. الله حي الموالي، الله حي الموالي. تحية سلام، الله حي الشيخ ابو طراد، لعيون الشيخ ابو طراد حي. تحية سلام لعيون العريس، الله وعيون العريس كامل ووالد العريس. تحية العمامة وخواله، الله وبيت قسومة يعني البقارة كلها. الشيخ ابو طراد لكل العشاير، الكل الضيوف. تحية خاصة لعمر قسومة يعني ابو احمد، الله وعبده قسومة. تحية الله وعيون فرحان العقيد يعني الشيخ فرحان العقيدات كلها يعني حمص على راسي. الله وعيون الغالي ابو وضحى، عيون ابو وضحى على راسي. الموالي وعز الموالي ورب الموالي، الموالي للبقارة، من الموالي للبقارة. تحية وسلام لكل الضيوف، الله والحساسنا الجحيشات المبطوش، الله وعيوب كل العشائر، البني جميل ابو عتيج ابو حمود، ابو حمود يعني البني جميل الخال ابو حمود، ابو حمود وربع ابو حمود يعني احمد عزوز، احمد عزوز البارون ابو نعيم وطاولته يعني محمود الصوا، كل شيء موجود يعني شباب الجحيشات. الفرات يا حميد، حميد ابو يزن يعني الرقم الصعب، من عيون الله والشيخ ابو طراد بحلى 200، الله والخال ابو وضحى على راسي، فرحان العقيدي ما يقصر، كل الموجودين الصليبي وبيت الصليبي يعني عدنان يعني ابو عادل يعني الفردون يعني قيار يعني كل العشاير، كل الضيوف. وعاش ابو يزن، حي عمر قسومه، حد يسمع شيره. تحيه تحية مردودة من عيون عمر قسومة، يعني من بيت قسومة، من البقارة للموالي. الموالي العز الما يتدمر، الله حي الموالي يعني الشيخ ابو طراد ابو وضحى. تحية للعقيدات يعني فرحان العقيدي، الشيخ فرحان يعني حمص واهلها يعني الله وفرحان العقيدي. احلى تحية للبني الجميل السيادة، البني الجميل كلها الله بصدام البقاري هبرشة. تحية لابو عتيج الفردون بيت عزوز النيرة بشكل عام، كل شيء موجود، اجحيشات غاز الشبلي وطاولته، عماد الصلال وطاولته.
طاولته ابو حمود الجميلي الله والقيار وعماد ابو محمد الغالي الله وياسين ابو ابراهيم الجميلي ابو عادل الصليبي يعني عدنان الصليبي يعني كل الموجودين يعني البني سعيد يعني الجيسات يعني الجحيشات يعني بيت الصوفي بيت عاشور خاص ناس البيت اللابد المحبب راسك يا خالد خالد اللابد كل شيء موجود هاي من عمر غسوم ابو احلى 200 المحبب راسه بيزن يعني حميد الفراتي كل الضيوف هدي هدي ما صار تحية وسلام من عيون احمد العقلة خلف العقلة اولاده عمر قسومة احمد قسومة العريس اخو العريس كل الحاضرين مالك نعيمي ابو احمد كل الضيوف الله حي بيت العقلة هلا كل الموجودين على راسي اسمع شيرو اسمع حبيبي تحية خاصة ترك مسافر له ماما دابيه حبيبي على راسي هدي تحية وسلام شيرو نعيون هاي تحية وسلام نعيون ابو رزوق الله وعدلب وحالي عدلب على راس ابو رزوق بالميتين من عيون ابو رزوق لأحلى عريس كامل اهالي العريس والده وعمامه وخواله وعشيرة البقارة وكل العشاير احلى ابو حسن وطاولته كل اقزوغ ابو حسن على راسي احلى تحية لعيون ابو عبدو كفر حمرة تحية لحج حسين ابو علي عمر علوش ابو الغالي تحية لابو جهاد الورد وضيوفه ربك يا ابو حسن الغالي يعني ابو حسن طاولت ابو حسن وربك يا ابو حسن وجيتك يا ابو حسن هاي تحية وسلام لعيون محمد عبدوم الله وعيون ابو خالد بغيابه عيون احمد الفواز وكل شيء حضر ابو رزوق بالميتين ما تقصر المحبة وكل المحبة براس الرغم الصعبة بيزن يعني حميد الفراتي كل الضيوف هاهو راح نوطي تلقائية من عندنا مس يروحون تمام يلا طيب شوف ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي باي مال ترى ما أذنا ما حملت بينا 9 شهور تنزل حنير خليهم واقفين شوي معلش باي مال حملت الهموم وجيت باي مال الخوي يا عدنان صليبي يا ابو عادل حملت الهموم وجيت باي مال الخوي وقلت له هالوقت بيا مال قال اعذرني قال اعذرني قال اعذرني يا عدنان صليبي قال اعذرني هالموضوع ترى بمال سد باب بوجه ذاك الردي يا شلون يا الله عيشون يا ابا وشاله بعيني من الدمع ما ظل يا محمد الفردوني يا ابو محمود بعيني من الدمع ما ظل وشالوا السهم البين وشالوا سهم البين طق قلبي وشالة يا الفردوني بسوريا شحال الغسل ابن امه يا الفردوني يقول صليبي بسوريا شحال الغسل ابن امه وشالة بيده وسد تراب الوطيه على جار اخويا اللي كنت احبه علي جار وقف بالباب وطالبني بالايجار يا ابو حمود الجميلي وقف بالباب وطالبني بالايجار قلت له من وين اجيب لك يا ابو حمود الجميلي
قلت له منين اجيب لك علي جر مسدس من صفحته وصوب علي يا جميل يا ابو حمود من هالزمان لك شر قلت له منين اجيب لك علي جر مسدس من صفحته وصوب علي جوك شيرو عنا عم عنا عم مغازي ناخذ استراحة لمدة دقيقتين معلش قل له عبدو وقفنا خلاص قل له قفات خلاص ما ياكلون مصاري دول